ليست اللغة النوبية مجرد لسان للتواصل، وإنما تختزن في طياتها الكثير من مكونات الثقافة النوبية. من هذا المنطلق ونظراً لعدم إلمامها بلغتها الأم، أطلقت جهاد أشرف الشابة المصرية من أصل نوبي رفقة مجموعة من الشباب مبادرة طموحة لتعلم اللغة النوبية عن طريق الغناء، حفاظاً على عناصر الهوية والثقافة الشعبية. كلنا عندنا الشغف ده، كلنا عايزين نتعلم اللغة بتاعتنا، كلنا غيرانين على اللغة بتاعتنا إن هي قربت تندثر. اللغة النوبية للأسف قربت تندثر. الجيل اللي طالع اللي هو عنده 14 سنة و13 سنة ونازل مفيش حد، حتى القرى دلوقتي ما بقوش يعلموا الأطفال زي زمان. زمان الأطفال كانوا بيتعلموا اللغة النوبية قبل ما بيتعلموا اللغة العربية، دلوقتي الموضوع للأسف ما بقاش كده. يتجدد الموعد أسبوعيا هنا على واقع الأغاني النوبية العريقة. النوتة مهمة بالطبع، ولكن النطق السليم أهم ما في هذا المقام. دخلت المدرسة هنا بقى. احنا في البدايات كنا محتفظين باللغة جدا، لكن لما دخلنا مدارس أهالينا كانوا خايفين إن احنا نركز على اللغة النوبية فما نقدرش نفتح في المدارس، فكانوا دايما يحرموا علينا إن احنا نتكلم نوبي. لما كنا في المدارس كنا بنتكلم كده زي العربي بتاع الخواجات، فكنا مصدر تندر وسخرية من اللي هم مش نوبيين. طبعا لما نيجي نتكلم عربي ونغلط فكانوا بيتريقوا علينا، فده خلانا ايه، خلى الواحد يكش. يعني مثلا انا كنت شاطر في الرياضيات، لكن ما يسأل المدرس السؤال بخاف اجاوب لحسن اقول كلمه فيها ايه، اذكر مؤنث ولا اؤنث مذكر، يروح يضحكوا علي. بهواتفهم الذكيه وبكل فخر وعزيمه يعكف هؤلاء على الحفاظ على ميراث الاجداد. عبق المكان وسحر الايقاع واصاله وطيبه النوبيين، جميعها عناصر جذب نحو ثقافه تعود بك إلى آلاف السنين.